السلام عليكم طلاب، تجربتنا لهذا اليوم هي الاسيد بيس تايتريشن. طبعا تعتمد التجربة على اجراء عملية التصحيح. نحتاج لاجراء عملية التصحيح المواد التالية. اولا نحتاج الى الستاند اللي هو الحامل الحديدي والكلام اللي هو الماسك. ايضا نحتاج الى البيوريت، هاي البيوريت هي السحاحة وهي عبارة عن انبوبة مفتوحة الطرفين مدرجة ذات تدريجات. مثل ما تلاحظون تبدا بالصفر وتنتهي ب 25. اوكي؟ ايضا نحتاج الى كونيكال فلاسك ونحتاج الى بيكر. وايضا نحتاج الى دروبر. قطاره اللي هي قطاره هاي. ايضا نحتاج الى البايبيت الماصه اللي هي طبعا انبوبه مدرجه مفتوحه الطرفين. ايضا. بالنسبه للمواد المستخدمه بالتجربه هي كربونات الصوديوم، معلومه الحجم والوزن. يعني هنا موزون 0.53 جرام مذابة في 100 مل ديستل ووتر. إذا بالإمكان إيجاد النورمالية باستخدام قانون النورمالية اللي هو ويت في ألف على إكويفالنت ويت في الحجم بالمل اللي هو 100 مل. أيضا عندنا المواد الدليل الإنديكيتر اللي هو المثيل البرتقالي المثيل أورنج. أيضا عندنا الكربونات مجهولة التركيز اللي راح نحتاجها بالجزء الثاني. وعندنا الاسيال الموضوع بالسحاحه اللي هو مجهول التركيز. اوكي؟ طلاب حتى نجري التجربه لاجراء التجربه نسحب 5 مل بواسطه البايبيت من الكربونات، كربونات الصوديوم معلومه التركيز. نضعها داخل كونيكل هال 5 مل بعد ما سحبناها. ونضيف لها قطرتين او قطره واحده من المثيل اورنج، المثيل البرتقالي، 1 الى 2 دروب. نلاحظ لون المحلول صار لونه يلو اصفر. فمباشرة نجري عملية التسحيح. طبعا طريقة المسك هو الكونيكال يمسك باليد اليمنى والبايبيت الصنبور يمسك باليد اليسرى. ونجري عملية التحريك واضافة محلول الاسيال. طبعا الاضافة اضافة تدريجية الى ان اول نقطة يتغير بها اللون يصبح اللون ريد نتوقف. تعتبر هي نقطة نهاية التفاعل. وراح نستمر بالإضافة لأن المحلول بقى يلو أصفر إلى أن يتغير اللون. تلاحظون طلاب بدأ اللون يتغير شوية شوية، فراح نقلل الإضافة تغير. إذا اللون تغير. وصلنا إلى نقطة نهاية التفاعل. نجي طلاب نقيس الحجم. الحجم المستخدم بالتجربة اللي هو ما يعادل 4.6. ما صحيح. نسجل هذا الحجم بالنتائج بالكالكوليشن. انتهى الجزء الأول طلاب، نبدأ بالحسابات. طلاب لإجراء الحسابات results and calculations، الجزء الأول الكربونات المعلومة. أولا عيارية الكربونات، النورمالية مع الكربونات Na2CO3 تساوي الوزن weight في ألف على equivalent weight في الحجم بالمليليتر. العيارية مع الكربونات هي مجهولة، الوزن 0.53 جرام في ألف على الإكوفالنت ويت اللي هو 53 في الحجم بالمل اللي هو 100 مل. كيف نجد الإكوفالنت ويت؟ الإكوفالنت ويت هي عبارة عن موليكولر ويت مقسومة على إيتا اللي هي الإكوفالنت ويت، وتساوي طبعا الموليكولر ويت إيجادها لمادة كربونات الصوديوم Na2CO3 نجدها 23. طبعا الوزن الذري الاتوميك ويت للصوديوم في 2 زائدا 12 زائدا 16 في 3 مقسومه على ايتا بالنسبه للملح هي عدد ذرات الفلز في عدد التاكسد، اذا مقسومه على 2 فتصبح 53، فننزلها 53 فتصبح العياريه تصبح العيارية هنا 0.1 نورمالي
of Na2CO3. هاي عيارية الكربونات المعلومة طلاب. فحت لإجراء عملية التصحيح طبعا نستخدم القانون اللي هو N1V1 يساوي N2V2. طبعا هاي مثلا الSCl، إذن هاي للكربونات المعلومة. نبدأ بالSCl. عيارية الSCl هي مجهولة في الحجم، هاي تؤخذ من البيوريت من السحاحة اللي هو استخرجناه 4.6 بالتجربة، ظهر عندنا هذا الرقم في يساوي equal النورمالية مال كربونات هي 0.1 مضروبة في الحجم مال كربونات. نحن بالماصة سحبنا 5 مل فنكتب 5، تصبح النورمالية 0.1 في 5 مضروب مقسومة على 4.6 ويساوي ويساوي 0.108 normal of normality of SCl. هاي هي تمثل عيارية SCl. نكمل الحجم مال السحاحة مال SCl، نرجع نصفرها يعني هذا الكون هذا الفنل وهذا البيكر بين SCl، فالزائد راح ننزله بالبيكر إلى أن يرجع الحجم للصفر. حتى نبدأ بالجزء الثاني اللي هو الكربونات المجهولة، نتوقف إلى حد هنا. طبعا هنا على الصفر موضوع، تلاحظون طلاب على الصفر هذا على الصفر أوكي. فنبدأ بالجزء الثاني. الجزء الثاني أيضا نسحب 5 مل من الكربونات المجهولة مجهولة التركيز باستخدام البايبيت، ونضعها ضمن الكونيكل، ثم نضيف إليها 1-2 دروبس من دليل الانديكيتر اللي هو المثيل البرتقالي ميثايل أورنج. أيضا نجري عملية التصحيح مرة ثانية إلى أن نصل إلى نقطة نهاية التفاعل. بمجرد الوصول إلى نقطة نهاية التفاعل راح نوقف التصحيح. ونقرأ الحجم من السحاحة. طلاب وصلنا إلى نقطة نهاية التفاعل. الحجم طبعاً 2.5. 2.5 مثل ما تلاحظون. اللي هو كافة الكربونات المجهولة. فنجري عملية الحسابات. طلاب بس نشتغل حسابات الجزء الثاني. ذكرنا أن الحجم من السحاحة فوليوم مال SCl الجزء الثاني اللي هو V1 مثلا طلع عندنا 2.5 مل، وعندنا ال V2 اللي هو حجم الكربونات Na2CO3 هو يساوي طبعا 5 مل، هذا سحبناه بالبيوريت بالماصة بالبايبيت. وأيضا عندنا النورمالية مجهولة بالنسبة للكربونات، بالنسبة للنورمالية مال SCl معلومة من الجزء الأول اللي هي تساوي بالجزء الأول حسابات 0.108. فنطبق القانون اللي هو N1V1 يساوي N2V2 SCl كربونات، طبعا الكربونات مجهولة. نجي للSCl. SCl عياريته ذكرنا هي 0.108 في الفوليوم مال SCl هي 2.5 يساوي N2 مجهولة في الفوليوم مال كربونات اللي هو 5. N2 تساوي 0.108 في 2.5 تقسيم 5 ويساوي، فيصبح النتيجة تصبح 0.054 54 بالألف نورمالية of Na2CO3 unknown الكربونات المجهولة. طلع بنرجع إلى القانون مال نورمالية. النورمالية تساوي نويت في ألف على equivalent weight في الفوليوم بالميل
طبعا نرجع لنفس القانون اللي هو من خلاله راح نجد الوزن الويت. النورمالية مع الكربونات اللي هي 0.054 يساوي الويت مجهول في ألف على الإكوفالنت ويت اللي هي 53 الوزن المكافئ لمادة كربونات الصوديوم في الفوليوم اللي هو 100 مل وتساوي 0.286 غرام. طبعا هذا الوزن الويت مال مادة كربونات الصوديوم المجهولة. اذا تساوي 0.286 غرام. اذا هو هذا الوزن يمثل الويت اوف Na2CO3 وزن الكربونات المجهولة. احنا من خلال عملية التصحيح طلاب استخدمنا التصحيح في ايجاد عيارية الـ SCL المجهول بالجزء الاول بالبارت 1، واللي استخدمناه طبعا لاحقا العيارية مال SCL استخدمناه لاحقا في ايجاد عيارية الكربونات المجهولة. ومن خلال عيارية الكربونات المجهولة وجدنا وزن الكربونات المجهولة. وشكرا.